الحفلة خلصت. مين الأمور ابن الأمور؟ الحلو ابن الحلو اللي عامل الدوشة دي، اللي مخليني أنا النقيب إبراهيم علي الحجار أنزل من مكتبي عشان أفض حفلة لشوية مراهقين عيال صغيرين. مين صاحب الفيلا دي؟ أيوة أنا. أنت صاحب الفيلا؟ أيوة. قلبك جامد قوي، بشعرك؟ ها يا ابني، مش عايز تقولي شعر مين ده؟ طب بلاش دي، دوشة وهيصة وحفلة بدون ترخيص، قضية هتاخد لك فيها بالميت 5 سنين. كان نفسي أساعدك. ترخيص عشان أعمل حفلة في بيتنا؟ حلوة دي. مشروباتكم حلية وانتم مراهقين عيال صغيرة. قضية. كان نفسي أساعدك يا سيادة النقيب. عيون سيادة النقيب، احنا ما عملناش حاجة غلط. ده عيد ميلاد جيجي. عملنا لها بارتي بس. طب مش عيب تعملوا عيد ميلاد جيجي من غير ما تعزموني؟ ده حتى عيب. مش هزعل انا بقى كده ولا ايه؟ احنا كده بنهرج بقى. ثواني يا حبيبي، ثواني يا بابا بتكلم. عن اذنك يا قمر اخلص البلاي بوي دوت واجيلك. الو؟ اي بابا، فينا ظابط عندنا في الفيلا بيقول معاه امر بتفتيش الفيلا، عمال يتنطط علينا. حاضر، اتفضل. ده بابوك؟ ايوه بابوي. الو؟ ايوه بابو، ابن حضرتك؟ يا سلام، بسم الله ما شاء الله، يا زين ما خلفت. بس يا ريت حضرتك بس تقص له شعره عشان عيب شعره طويل، احنا رجاله. ابن حضرتك هيشرف معايا في الاسم، يبقى تعالى استلمه من هناك. وده بقى عشان انت اتصلت ببابوك واشتكيت له. يا رجاله، ايوه يا فندم، اجمعوا لي كل المتعلقات الشخصيه بتاعت الناس الحلوه دول، اجمعوا لي الدي جي الساوند، عايز الحفله دي كلها في مكتبي. والباشا قلعه لي ملط ولفه لي بملايه. قلت لي جيجي بقى عندها كام سنه؟ 25. 25؟ اوه، انت بتطلع الساحل؟ دايما. خلاص نطلع قريب. خلاص ماشي. متصلوش بيا غير لما انا اتصل بيكم. حاضر. بس امسك، دلع الرجاله. يدوم خيرك عم كريم. ما تخنصرش، هات السلاح اللي معاكوا بقى عشان انتوا طالعين طريق. هات السلاح يا ابني انت وهو. ما تبقاش تجيب علينا تاني يا واس. ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش بديك فلوس عشان تجيب سلاح. ما عرفتش هتصرف غير بدون. يعني ايه؟ ما عرفتش. طب افرض كنت انا عايز اثبت حد فيهم. الحمد لله يا ريس. بس اعمل له كده؟ الحمد لله عدت. اعمل له كده؟ الحمد لله عدت على خير يا ريس. اتفضل يا اخوي. يلا هتفضحونا. اتفضل. ما تجيبش تجيب علينا يا ريس. ربنا يخليك لينا يا ريس. من البلد. يلا يا فين؟ انا بردان قوي. ايه ده، متسرق مني تليفوني ولا ايه؟ انا مش لاقيه محفظتي. سرقونا.